بسم الله الرحمن الرحيم. فارس بن راشد بن سالم الحجري يقدم معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن. نبذة عن المؤلف: فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان، ولد وقضى معظم طفولته في أفريقيا، وتأثر بشدة من الثقافة الغربية. درس المهندس فارس الحجري هندسة مسح الكميات، وكان مدمن في العمل، يبحث عن مستقبل مجهول الذي تراكم منذ طفولته إلى حين تمكن في تحقيق حلمه، من حيث انتهى به المطاف في اكتشاف علاج الصحة البدنية والعقلية. من خلال ذلك ألف كتابين بعنوان معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن وقيم الحياة السعيدة وأسرارها من أجل حياة أفضل، على شكل نظريات ألفها من خلال الأحداث التي قد حاطت به من وقت لآخر، فيما يسمونها بعض الشخصيات المرموقة بكلمات من الحكم. تأثر المؤلف عاطفياً من الانفصال عن والدته رحمها الله، حيث لم يعرف لها حتى بلغ من العمر 6 سنوات، لم يحظى في تلقي التربية الأسرية من والديه مطلقاً، بما في ذلك جميع أفراد الأسرة الذين قسموا إلى مجموعتين لتلقي التربية الأسرية من عمومهم، وذلك بسبب المعاناة الصحية لوالدتهم على المدى الطويل من المضاعفات الصحية التي أدت على الخضوع لعمليات جراحية لها، وقد وصلت جميعها إلى 10 عمليات جراحية. لسوء الحظ فإن المؤلف لم يكن قادراً على تحقيق حلمه الأول في إيجاد علاج دائم لمرض والدته الذي امتد لمدة 35 سنة من المعاناة الصحية، والتي انتهت مع سرطان الرحم الذي عقد أخيراً حياتها، حيث أنفاسها الأخيرة كانت المرة الوحيدة فقط التي تمكنوا فيها جميع أفراد الأسرة المؤلف بالتجمع في آن واحد. أصيب المؤلف بمختلف مضاعفات صحية التي كثفت له في الكفاح من أجل إيجاد علاج دائم له للربو والتهاب الأنف وآلام الظهر وسلسلة من الصداع النصفي، حيث أنه في النهاية استطاع تحقيق هذا الاكتشاف العلمي، وأصبح المؤلف خالياً كلياً من كافة الأعراض الصحية. إنه يرغب في رفع مستوى الحياة الصحية ودرس فوائد معجزة الماء الساخن نحو تحقيق حياة صحية وثرية أكثر، كما لديه الإرادة النبيلة لمساعدة كل فرد في فهم أهمية الفوائد ومعجزة الماء الساخن.